قطاع الناشئين في منطقه الشرقيه الحمد لله كبير قوي، عندنا حوالي 43 نادي ومركز شباب مشاركين كلهم في المراحل السنيه، وكنا لسه بصدد تنظيم دوري براعم شارك فيه حوالي 85 نادي ومركز شباب واكاديميات خاصه، كان مقام في نادي بروسيا ولسه خلصان من حوالي اسبوع بالظبط. وكان كل جميع المسابقات من 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 وخلص الحمد لله على خير، وكانت حاجه جميله جدا. ده المهرجان الرابع اللي احنا بنعمله. كانت الاول زمان كان تلاقي الناشئ يلعب 4 ماتشات 5 ماتشات وخلاص، 6 ماتشات بالكتير. الدكتور قاسم من السنه اللي فاتت ادى تعليماته ان احنا نبدا نشتغل نعمل دوري طويل للناشئين. والله الدعم ده المفروض الاتحاد الكوره هو اللي بيدعم المناطق، والمناطق بدورها تدعم، انما الدعم قليل شويه ما فيش. يمكن الاتحاد السنه دي عمل حاجه كويسه انه بيحاسب على الحكام بتوع القسم الرابع، وده حاجه كويسه، انما انديه الشرقيه الدعم قليل فالمستوى الفني بيبقى ضعيف، ما بيظهرش غير اللعيب الموهوب قوي اللي نقدر نخدم عليه ونوصله لمنتخب مصر. عندنا لعيبه كتيره لعبت من منطقه الشرقيه في منتخبات الناشئين، انما انت بتتكلم على الدعم، لا، لازم الدعم ده من الاتحاد علشان الانديه فقيره وما بنقدرش، يعني النادي يا دوبك احنا المشكله اللي عندنا اللي بيتقابلنا ان احنا بنقلل في عدد الفرق علشان المصروفات. مسابقات الناشئين في منطقه الشرقيه يعني برضو مش المسابقات القويه اللي تفرز لعيب يروح لمنتخب مصر، ودي برضو مشكله احنا بنعاني منها، لان المسابقات بتلعب دور يعني ممكن 2001 السنه دي بلعب 7 ماتشات، طب النهارده لعيب 2001 المفروض اساسا هو بيلعب فريق اول، يعني هو النهارده لعيب 2001 ده المفروض الطبيعي بتاعه يلعب فريق اول، طيب النهارده لعب 7 ماتشات ناشئين، طب بعد ال7 ماتشات هيقعد في البيت، طب يعني برضه سؤال، هل كده اللعيب دوت بعد 7 ماتشات يقدر تعمل نواه محترمه لفريق محترم يروح يلعب منتخب مصر، او انت تدور وتشوف عندك عناصر مميزه وعناصر كويسه بعد 7 ماتشات تقعد في البيت؟ انا شايف ان مع احترامي للجميع والمنظومه كره القدم ويرقصها اتحاد الكوره، ده موضوع صعب شويه ولازم الناس تبص له بس اكتر من كده. احنا من ضمن الانديه اكبر ثلاث انديه في الشرقيه، احنا عندنا قاعده ناشئين برعايه كباتن مخصصه ومحترمه جدا، وبنخرج كل سنه لعيبه تتصعد للفرق اللي بعدها، وعندنا فرق وبننافس دايما. احنا كنا على يعني فرقه نقطه من ان احنا نصعد السنه اللي فاتت، وان شاء الله السنه ده يكون في احسن من كده. والبراعم في لها اهتمام خاص عندنا، كل الدعم لقطاع الكوره، واحنا جايبين الكابتن علاء الدق، راجل كان لاعب في النادي الاسماعيلي وله اسم وتاريخ وبيشرف على القطاع بالكامل، وان شاء الله وجودكم بيحمس لاعبتنا ويحمس اولادنا الصغيرين انهم يقفوا قدام كاميراتكم ويلعبوا قدام كاميراتكم، ده شرف لينا. قطاع الناشئين عندنا والله يعني عندنا 4 5 فرق، بس المشكله عندنا ان احنا ما عندناش يعني سيوله ماديه كبيره تقدر تصرف على الناس، فغصب عننا احنا بنجهز فريق زي دوت عشان يرضى يسند فريق كبير اللي هو مع الكابتن حمد علوان. المشاكل الماديه بس، ماديه مش اكتر من كده، مفيش مشاكل اكتر من كده. عندنا ملعب بسم الله ما شاء الله، عندنا لعيبه محترمه يعني دوبك على الماتش على طول، مفيش تمرين من غير اي حاجه، بس الحمد لله يعني الناس دي بتيجي من غير فلوس وبيلعبوا الكوره زي ما حضرتك شايف، والحمد لله فريق محترم ومن غير تمرين بسم الله ما شاء الله. هو دي المبلغ، الحاجه الوحيده اللي مؤثره في مركز شباب القمح هي حكايه الفلوس بس مش اكتر من كده.